اعتقد لازم تحترم وتقدر اوليه جونار سولشاير، حتى لو انت ما بتحبوش، حتى لو انت شايف ان هو مدرب على قده، حتى لو انت شايف اي حاجه، بس لازم تحترمه وتقدره، لان الراجل عمل فريق جيد جدا جدا بالنسبه لمانشستر يونايتد، والراجل على الاقل بنى فريق الفرقه تحاول تبني عليها، وادورد يحاول يكملها بالعناصر الناقصه، الا وهي مثلا انك تجيب بديل لمانيا ماتيتش، عشان ماتيتش كبر شويه، علشان ماتيتش هو الراجل اللي بيدي حريه غير عاديه لبرونو فرنانديز وبول بوجبا. برونو فرنانديز وبول بوجبا اللي ممكن يكونوا الشريكين الاروع في اوروبا كلها، مش في انجلترا بس، لان مش لو دورت في كل الفرق في العالم الكبيره مش هتلاقي عندهم ستايل برونو وستايل بول بوجبا. دي ستايل فريد بمانشستر يونايتد، ودي حاجه فريده بمانشستر يونايتد، واتمنى ان مانشستر يونايتد يستغلها استغلال مثيل، لان هو مش هيلاقي بروفايلين موجودين زي برونو وزي بول بوجبا. اتمنى ان مانشستر يونايتد يرجع ينافس تاني، حتى لو ما كنتش من مشجعين اليونايتد، بس مفيش حد فينا في عالم كره القدم، مفيش في اليونايتد وميلان حته جواه نفسه ان هو يرجع يلاقي يونايتد تاني بينافس على دوري ابطال اوروبا، بينافس على الدوري الانجليزي بقوه، ويلاقي ان هو ميلان برده بينافس على الدوري الايطالي ودوري ابطال اوروبا. دي حاجه في القلب بالنسبه للجيل بتاعي اللي هو جيل التسعينات، اللي شاف الميلان في قوته واللي شاف مانشستر يونايتد في قوته، فكلنا في قلبنا محتاجين ان احنا نرجع نلاقي ميلان تاني بينافس، نرجع نلاقي مانشستر يونايتد بينافس، حتى لو ده على حساب الفرقه اللي انت بتشجعها، بس انت تربيت على العقيده دي انك ترجع تلاقي الفرق الكبيره اللي زي مانشستر يونايتد مكانها الطبيعي، الا وهو المنافسه على دوري ابطال اوروبا. والفكره دي اولي جونار سولشاير عمل فرقه جيده جدا. اولي جونار سولشاير اللي كان بيدور في بدايه الموسم على تركيبه وعلى توليفه، لقاها في النهايه، ولقاها في النهايه مع جرين وود بيلعب على الطرف، وجرين وود بيحاول كمان ان هو يضم العمق، وجرين وود بيمتلك قدم سحريه بسم الله ما شاء الله على المرمى مظبوطه، تصويباته قويه جدا، لان هو العنصر اللي كان ناقص برونو فرنانديز ظبط الدنيا معاه جوه الملعب، ولان بول بوجبا اخيرا بقى مرتاح نفسيا جوه النادي، وبقى مستعد ان هو يقدم اي حاجه علشان خاطر يجدد عقده، تجديد عقده اللي انت كنت بتسال نفسك هو بول بوجبا هيزهق امتى وهيدور على موضوع الماركاتو؟ لا، بول بوجبا دلوقتي بقى مرتاح جدا جوه النادي، وبقى عنده استعداد كمان ان هو يقعد فتره طويله كمان مع النادي عشان خاطر الراجل الضغوط اللي عليه، لان هي اتشالت مره واحده، وهاري ماجواير برده نفس الكلام، ليفاندوف نفس الكلام، وان بيساكا ناحيه اليمين نفس الكلام، لوكشو على الشمال نفس الكلام. بصراحه ربنا يعني احترام وتقدير لأولي جونار سولشاير على ان هو عارف يوصل بفرقه كانت مهلهله نوعا ما، ان هو يعمل لها قوام اساسي، وان هو يجيب لها صفقات، وان الراجل يوصل بيه في النهايه ان هو يكون واحد من اقوى الفرق في نهايه الدوري قبلها بخمس جولات، وهو كمان هيلاعب فرقتين قدامه في التوب فور، ليستر سيتي اللي بيترنح وتشيلسي اللي بيمشي على سطره بيسيب سطر، فهو مرشح قوي جدا للوصول لدوري الابطال. وصل لدوري الابطال او ما وصلش لدوري الابطال، ده مش هيقلل من جونار سولشاير والانجاز اللي هو عمله، ان انت تعمل فرقه لمانشستر يونايتد ممكن تحاول تطورها، وكمان ممكن ان انت تكملها مع بعض وتوصل لدرجه كبيره جدا، وتوصل ان انت تبقى عندك فرقه مرعبه، دي حاجه لوحدها بحد ذاتها تحترم فيها اول جونار سولشاير. النهارده مباراته قدام استون فيلا كانت مباراه نوعا ما كانت خفيفه، لان انت بتلعب فرقه كده كده الموضوع بالنسبه لها بقى ضبابي، والفرقه بقت بنسبه كبيره هابطه، حتى كمان في الحاله دي بتلاقي ان المدرب بتاع استون فيلا بيلعب ال 4 4 1 1، والراجل بيبدا ان انا هلعب على المرتدات، وان انا مش هعمل اي حاجه غير ان انا هلعب على المرتدات. بص يا معلم، ضربه الجزاء بتاع برونو فرنانديز مش ضربه جزاء، برونو فرنانديز ممكن تقول ان هو غفل فيها الحكم وعارف يلبسها الحكم، هتقول لي غفل فيها الحكم والفار كمان يا ابني انت عبيط يالا ولا ايه؟ بس هي كده برونو فرنانديز دايس على رجل المساك، بس الراجل خد ضربه جزاء وحرسها. هل الكلام بتاعنا ده هيغير ان الراجل جاب ضربه الجزاء؟ والله ما هيغير حاجه، انا راجل كنت حاطط برونو فرنانديز عندي في الفانتسي، والنقط بتاعته مش هتتلغي لو انا قلت ان ضربه الجزاء ما كانتش ضربه جزاء، بس اهم حاجه كان نفسي جرين وود يجيب جول تاني علشان خاطر الكابتنه ما تروحش. هقدر يعني انا كنت مكابتن دي بروين بقالي خمس ست جولات وما كانش بيلعب، بس كنت حالف ان انا والله ما هشيلها من على كفن، بس الحمد لله دلوقتي جرين وود قدر ان هو يجيب جول، وقدر كمان يكمل في السلسله الممتازه اللي هو كل ماتش بيجيب هدف، كل ماتش بيكون مؤثر، دي حاجه بتديك ثقه كبيره جدا مهما كانت امكانياتك، وبسم الله ما شاء الله امكانيات جرين وود عاليه جدا. نتمنى ان احنا نلاقي فيه استمراريه بالنسبه للناس اللي موجوده جوه الفرقه دي، نتمنى كمان ان احنا نلاقي مانشستر يونايتد بحال دايما كويس جدا. اما بص انت عمال تقول لي يا اسطى في ماتش استون فيلا، يا اسطى في ماتش يا اسطى، ما استون فيلا بيخش فيها جول بيجي الثاني وبيجي الثالث وبيجي الرابع، والحفله بتكون خلصانه، بتلاقي جريتش عنده مشاكل بقى خلاص بقى، يعني انا احبطت بعد ما جه فيها الهدف الاول، بتلاقي ان تريزيجيه بيحط تصويبه تحس ان هو ايه بتحط بطن رجلك ليه يا بابا؟ يعني ليه بطن رجلك؟ هتقول لي ما هو بيركنها، هقول لك نفس الكوره في نفس المكان جرين وود لعب فيها قوه وراحت صعبه جدا على بيب رينا، انما انت بتفكر انت تحطها بشكل حلو قوي، نفس المعضله اللي عندي محمود حسن تريزيجيه في الكوره في مصر لما كان بيجي يلعب مع المنتخب، انا عايز احط جون الناس كلها ما تنساهوش، النهارده بقى ضربت في دماغه لازم احط جون الناس كلها ما تنساهوش، اتردت عليه جت ضربه جزاء الهدف الاول، خلاص هدف اول خلصنا الماتش،
هتقعد بقى تقول لي تغييرات مش خلاص يا معلم، الهدف الاول بالنسبه للفرقه زي استون فيلا خلاص تطلع تهاجم، سيب مساحات، تلبس اجوان، الماتش بالنسبه لك خلصان. هنقعد نشتغل بقى، هنقعد نقول لك بقى اصل المدرب كان بيغير والمدرب بيعمل، طلع تريزيجيه ونزل مش عارف مكانه لعيب سيء، وفكر ان هو يغير انور الغازي ونزل مكانه لعيب اسوء. ما هي طبيعي اللي على الدكه في استون فيلا يكون اوحش من اللي موجودين جوه الملعب، واللي موجودين جوه الملعب اساسا هيهبطوا، فما بالك بقى اللي قاعدين على الدكه هيبقى عامل ازاي. بس صراحه انا اتكيفت من اللي قدمه مانشستر يونايتد النهارده. انا بتكيف بصراحه انا بلاقي ان في نص ملعب كويس، وبرونو فرنانديز وكمان بول بوجبا والدور الدفاعي بتاع نيماني ماتيتش، ده بيكيف اي حد بيتفرج على كوره. الموضوع ممتع جدا، الموضوع بصراحه ربنا اتمنى ان هو يكمل سنتين ثلاثه اربعه علشان خاطر السحر والابداع اللي بيعملوه الاثنين دول جوه الملعب يفضل مستمر معانا. يا رب يعني، يا رب بس بول بوجبا يفضل زي ما هو والعقليه بتاعته اللي هو عايز يلعب جوه النادي، وبرونو يفضل مستمر على الاداء الممتاز اللي هو بيقدمه. دي بس الحاجه اللي انا عايزها، ان انا اتفرج على كوره حلوه ونص ملعب شغال ودينا بالنسبه لي تكون مظبوطه. مش هقعد انا حاشك الكوره، اسهل من ان انت تقعد تحاشك فوق امها، فسيبها سالكه زي ما هي سالكه، المكسب بيجيب مكسب، وان شاء الله تفضل استمرار لحد ما نلاقي مانشستر يونايتد وصل دوري ابطال. ممكن ما اكونش فير، بس انا قلت لك مانشستر يونايتد وميلان بالنسبه لاي حد اتفرج على كوره من زمان هم حاجه كده محطوطين ناحيه الشمال. هتقول طب بالنسبه لناحيه الشمال يا حبيبي مش لابس فانيله يونايتد ليه؟ اقول لك ما عنديش فانيله يونايتد اصلا، كنت متوقع انهم مش هيوصلوا لحاجه في نهايه، غفلوني يا اسطى، ضحكوا عليا، اعمل لهم ايه؟ الف مبروك يا مان، مش اخسر حاجه لو عملت لايك يعني. بس انا ما عملتش لايك، قول لي ليه ما عملتش لايك يا صديقي؟ ما فيهاش ولا عيب ولا حرام والله.